تعرف على طريقة وكيفية إيجاد سجل المشاهدة. نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مركز الأنشطة، وبعدها سوف نقوم بالانتظار قليلا. بعد سوف نقوم بالضغط هنا على سجل المشاهدة، وعندما تظهر هنا سوف يظهر لك جميع المشاهدات التي تريدها. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.